أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. وكما عودناكم دائما أن نستضيف رجال وسيدات أعمال مميزون، ومن زاوية سيدات الأعمال اخترنا لكم مدام كاميلا، مؤسسة صالون براش أند ستروكس بدبي. بداية أسعد الله أوقاتك مدام كاميلا. يا أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا اليوم بالصالون عنا. إلنا الشرف مدام. حابين في بداية برنامجنا نتعرف على شخصك الكريم ونعرف السادة المشاهدين على حضرتك. اسمي كاميلا تو من لبنان، اللي 24 سنة عايشة بدبي بالإمارات، وهلا حبينا نفتح مشروع واخترنا اتجهنا لمجال التجميل وفتحنا صالون. ما شاء الله، من وين اجت فكرة الصالون؟ انا واختي ميك اب ارتست، وانا بحب بهالمجال، واتفقنا انا وياها انه ليش ما نخوض هالتجربه، وان شاء الله يا رب تكون تجربه ناجحه. ان شاء الله يا رب. مدام كاميلا، حابين نتعرف على الخدمات يلي بتقدموها في براش اند ستروكس. هلا نحن بالصالون عندنا في كل الخدمات اللي ممكن اي سيده تكون بدها اياها. في عندنا قسم الشعر، قسم النيلز، قسم المساج، الواكس، الثريدينج، الفيشل، ميك اب، كل شيء تقريبا. جميل جدا. وحابين نعرف شو يلي بيميزكم اليوم بهالصالون. نحن حاولنا بالصالون عندنا نرضي كل الجنسيات، لانه انت بتعرف نحن عايشين بالامارات، والامارات فيها كل الجنسيات. صحيح. في عدد كبير من الجنسيات، فانا حاولت اني ارضي الكل. فبطريقتي انا اني اختار التكنيشن من كل البلدان، يعني عندي من لبنان، من سوريا، من فلبين، من روسيا، من نيبال، من المغرب، من تونس، شو بدك، كل شيء. وكله بكفاءات عالية الحمد لله. وفي شغلة بعد بتميز بالصالون عندنا، انه انا حاولت باسم الشعر يكون عندي كوافير وعندي كوافيرة، لانه بعرف في سيدات كتير بتحب تشتغل مع شاب، وفي منهم بيحبوا مع سيدة، وانا عندي الاختيار اللي بدهم اياه. حلو. هالمجال وهالمجال. عندي كل شيء. ما شاء الله ما شاء الله. مدام كاميلا، حابين نتعرف على نظرتك المستقبليه ورؤيتك المستقبليه، وين بنشوفك بالمستقبل باذن الله؟ انا بالنسبه لطموحي ما تسال، لان انا طموحي كثير كبير. يعني انا ان شاء الله باذن الله هذا اول فرع نحن بنفتحه، بس باذن الله في عندنا فرع 2 و3، ويمكن مش بس بالامارات، يمكن بالسعوديه، يمكن ثاني بقطر. فهذا هو طموحنا، وان شاء الله يا رب نكون عقد المسؤوليه واوصل للهدف اللي انا حاطته قدامي. ان شاء الله يا رب بنشوفكم على مستوى الخليج العربي وعلى مستوى الشرق الاوسط باذن الله. ان شاء الله. مدام كاميلا، اليوم كسيده اعمال متواجده بدوله الامارات العربيه المتحده، حابين نعرف شو بيعني لك الامن والامان كسيده اعمال اليوم. انا كسيده اعمال وكست اجت من لبنان، كان عمري 20 سنه وقعدت 24 سنة بهالدولة، فما فيني خبرك قديش أنا هالدولة بتعني لي. أنا بعتبرها بلدي الثاني، بلدي الأول اللي خلقت فيه، بلدي الثاني اللي علمني قصص يمكن لو عشت بلبنان 100 سنة ما حقدر أتعلمها. بزيادة الأمان، النظام، كل شيء متوفر بهالبلد يمكن ما تقدر لقيه بأي بلد ثاني. بشكر كتير حكام هالبلد، بشكر الشعب الكريم، المضياف، اللي قد ما حكيت ما فيني وفي حقه. ما شاء الله. طبعا ايضا متوجه برساله شكر من قناه ABC لحكام شيوخ دوله الامارات العربيه المتحده على توفير الحياه طبعا الكريمه وتوفير والمحافظه على نعمه الامن والامان. الحمد لله. قبل نهايه برنامجنا مدام كاميلا، حابين نتعرف على موقع الصالون وين بدبي، وايضا كيفيه التواصل معكم. نحن موجودين بالبزنس باي ببناية دمك ماجستين بشارع مراسي درايف. التواصل معنا بيكون عن طريق الواتساب، عن طريق التليفون الارضي، عن طريق الانستغرام، وفي عنا السناب شات، يعني عن طريق التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا وعن طريق الهواتف. جميل جدا. اذا اعزائي المشاهدين، سهوله في الوصول لصالون براش اند ستروكس عن طريق الموقع الجغرافي، وايضا عن طريق وسائل وارقام الهواتف. في نهاية برنامجنا حابين نتشكرك جزيل الشكر مدام كاميلا. شكرا. وان شاء الله يا ربي بنشوفك على مستوى الشرق الاوسط، وبكون لنا لقاءات اخرى بالمستقبل. شكرا كثير لكم وشرفتونا، يا اهلا وسهلا فيكم. شكرا مره اخرى. الى هنا اعزائي المشاهدين نختم حلقتنا لهذا الاسبوع.
تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي أمان الله.